نجحت إيران في كشف انحياز الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها في الغرب إلى الكيان الصهيوني، وحتى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون نفسه بالغ في انحيازه عندما تجاهل التهديدات الإسرائيلية والأمريكية إلى إيران، ورفض أن يسمع طبول الحرب التي تقرع في واشنطن وباريس وتل أبيب، منتقدا ما أسماه التهديدات الإيرانية لدولة مطعون في شرعيتها الدولية. وأصر بان كي مون على كتابة التاريخ كما تريد إسرائيل، ولو كان الثمن محرقة جديدة وحرب عالمية ثالثة. الرئيس المصري محمد مرسي الذي وصل إلى طهران عن طريق ميدان التحرير ألقى خطبة النصر، وأعلن أمام الزعماء انتقال مصر إلى الدولة المدنية بالتعاون مع العسكر، لكنه عندما وصل إلى الأزمة السورية انحاز إلى فئة دون أخرى، فوصف النظام السوري بالقمعي والظالم والفاقد للشرعية، مبشرا بسوريا الحرة. مرسي الذي سلم رئاسة القمة إلى الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد تجنب أي ذكر لغزة ومعبر رفح والقدس واللاجئين، وباتت القضية كل القضية تغيير النظام في سوريا، التي رد وزير خارجيتها وليد المعلم على مرسي واصفا كلمته بأنها خطاب رئيس حزب لا رئيس دولة. وفي الوقت الذي تجنب الرئيس نجاد من طرح المبادرة الإيرانية لحل الأزمة السورية في جلسة الافتتاح، جاءت كلمة الإمام الخامنئي على مستوى الطموح الإيراني في قيادة دول عدم الانحياز نحو نظام علمي جديد يعيد الاعتبار للدول الفقيرة التي من حقها امتلاك الطاقة النووية السلمية. في كلمته الافتتاحية أمام قمة دول عدم الانحياز في طهران وبحضور وفود من 120 دولة، أكد الإمام السيد علي خامنئي ضرورة نزع أسلحة الدمار الشامل وأهمية القضية الفلسطينية وصياغة مستقبل جديد للعالم يقوم على أساس المشاركة العامة والمساواة في الحقوق بين الشعوب. وشدد سماحته على أن بلاده لن تسعى أبدا لامتلاك السلاح النووي، واصفا استخدام أسلحة نووية أو أي أسلحة دمار شامل أخرى بأنه خطيئة كبرى لا تغتفر. لكنه في الوقت نفسه جدد التأكيد على أن هذا لا يعني أن تتخلى بلاده عن حقوقها التي كفلها القانون الدولي باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. إنني أؤكد أن الجمهورية الإسلامية ليست أبدا في صدد امتلاك السلاح النووي، كما وأنها لن تتخلى أبدا عن ممارسة حقها في الامتلاك السلمي للطاقة الذرية. إن شعارنا هو الطاقة الذرية للجميع والسلاح الذري ليس لأحد. وحول العقوبات الاقتصادية الغربية الهادفة للضغط على إيران في الملف النووي، قال الإمام الخامنئي إن هذه العقوبات لن تزيد الأمة الإيرانية إلا إصرارا وتصميما على المضي قدما في الطريق الذي اختطته لنفسها بتعزيز قدراتها. التطور الشامل في بلادنا خلال العقدين الأخيرين حقيقة ماثلة أمام أعين الجميع، وهذا ما اعترف به مؤسسات الرصد الدولية الرسمية مرارا، وكل ذلك قد تحقق في ظروف المقاطعة والضغوط الاقتصادية والهجوم الإعلامي للشبكات المرتبطة بأمريكا والصهيونية. وقال الإمام في كلمته أن العالم يمر بفترة انتقالية إلى نظام دولي جديد، ويجب على حركة عدم الانحياز أن تمارس دورا جديدا يقوم على أساس المشاركة العامة والمساواة في الحقوق بين الشعوب. إن مجموعة عدم الانحياز تضم أكثر من ثلثي دول العالم، وتستطيع أن تنهض بدور كبير في رسم المستقبل. انعقاد هذه الدورة في طهران هو بذاته حدث ذو مغزى ينبغي أن يؤخذ بنظر الاعتبار في المحاسبات. وتطرق الإمام الخامنئي إلى القضية الفلسطينية وما تحظى به من أهمية على مستوى المنطقة والعالم كله، مؤكدا على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي خطر أساسي على السلام والأمن العالميين. واليوم
وبعد 65 عاما لا تزال الذئاب الصهيونية الكاسرة ترتكب هذه الجرائم بحق من تبقى في الأراضي المحتلة. إنهم باستمرار يرتكبون جريمة جديدة تلو أخرى ويعرضون المنطقة لأزمات جديدة. وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي ذو بنية وآليات غير منطقية وغير عادلة وغير ديمقراطية، مشددا على ضرورة عدم استمرار هذا الواقع المعيب.